أولا في البداية لابد أن أشكر كل المساهمين في إنجاح هذا الأسبوع، أسبوع المسن، اللي نظمته جامعة الترابي لإنسجان ماي 2018. هذا الأسبوع بطبيعة الحال يستهدف الفئات اللي هي كبيرة شوية في السن، ولكن أيضا من خلال التأطير للدرب من خلال يعني الدكتورين اللي أطروا هذا اليومين، يستهدف كذلك مختلف فئات العمر، الفئات العمرية، لاتخاذ مختلف يعني التدابير والاجراءات الاحترازيه باش ان شاء الله يتجنب الانسان مختلف الامراض ديال العصر اليوم اللي هي معروفه. طبيعه الحال هذه البادره ديال اسبوع المسن هي البادره اولى من نوعها كتنظمها جامعه الترابي ديال انسجان. نتمنوا ان شاء الله ان تلقى استحسان من طرف مختلف اللي غيجيو ان شاء الله، خصوصا اليوم الاحد اللي غتكون واحد الحمله طبيه باستقبال المرضى من طرف مجموعه من الاطباء اللي كنشكرهم بالمناسبه، وكنشكروا كذلك مختلف الهيئات اللي تعاونت مع الجامعه الترابيه، خصوصا جمعيه التضامن لمستخدمي القطاع الصحي باكادير، وكذلك جمعيه حسنه، وكذلك المندوبيه الاقليميه لوزاره الصحه، ومختلف السلطات التي سهلت هذه العمليه. كما لا تفوتني الفرصه ان اشكر السيده نائبه رئيس المجلس الجماعي المكلفه بهذا القطاع ديال المكتب الصحي الجماعي بالجماعه، وكذلك اطر هذا القسم على المجهودات اللي كيبذلوها في سبيل يعني الصحه ديال المواطن بانسجان بصفه خاصه، وبالنسبه لانسجان يعني عمليه انسجان يتملول والجهه ديالنا بصفه عامه. نحن اليوم بصدد ختام اسبوع المسن اللي كتنظمو جماعه الترابيه لانسجان بتنسيق مع جمعيه التضامن لمساعدي الصيادله باكادير، وكذلك جمعية حسنة للمبادرة الصحية والاجتماعية، وبتنسيق كذلك مع مندوبية وزارة الصحة. هذا الأسبوع اللي كنهتموا به بواحد الفئة اللي سطرناها في برنامج عمل الجماعة، واللي كنراعيو فيها البعد الاجتماعي بالدرجة الأولى، وكان البعد الاجتماعي قوي فيها بحيث أن الجانب الصحي هو جزء من هذا البعد. وهذه الفئه هذه اللي هي كنشوفوها يعني خصنا نلتفتوا ليها كما كنلتفتوا للطفل والمراه والفنان والرياضي وجميع الفئات المجتمع. كما اننا كنا درنا في الايام الصحيه الاولى اهتمامنا بالطفل، عمليه اعذار واسعه على جميع ساكنه المدينه، كذلك المرأة بالنسبة لسرطان الرحم، عنق الرحم وسرطان الثدي، اليوم مع واحد الفئة اللي هي حساسة شيئا ما، اللي هي فئة المسنين، واللي كنحاولوا أن نردوا الاعتبار يعني نعيد الاعتبار داخل الأسر من أجل الرعاية والحماية هذه الفئه. وبالمناسبه كنشكر جميع المتعاونين الموثقين والمنظمين اللي داروا يد في يد من اجل انجاح هذا النشاط اللي كان بدايه الاسبوع الفارط، تقريبا كان فتره ديال التسجيل بعد فتره ديال يعني مجموعه من المحاضرات التخصيصيه والتوعويه في المجال ديال التغذيه مع الدكتور الخبير الدكتور محمد الفايد، وكذلك جانب التنمية الذاتية مع علي العبادي. بالنسبة لهاد الحملة الطبية اللي كانت في إطار هذا الأسبوع المسن، عرفت بعدها يعني مشاركة مجموعة من المسنين هنا بجامعة إنسجان. هاد الأيام هذه أو هاد الأسبوع هذا من تنظيم مجلس جامعة إنسجان والتعاون مع جمعية التضامن مساعدي الصيادله بولايه اكادير وجمعيه حسنه للمبادرات الصحيه والاجتماعيه. جمعيتنا الان شاركت بطاقمها الصحي الذي فرقنا على مجموعه من التخصصات، طب القلب الشرايين، فحوص الطبيه العامه، بالاضافه الى قياس الضغط الدموي والسكري، بالاضافه الى قياس النظر. بالنسبه لهذه الحمله فهي حمله فريده من نوعها، جاءت يعني بعد واحد الورشات تحسيسيه اشرف على تاطيرها الدكتور محمد الفيد يوم السبت. هاد الورشات هذه كانت عندها واحد البعد، واحد الحموله تحسيسيه فيما يخص صحه المسنين، فيما يخص النظام الغذائي للمسنين. بالاضافه الى ذلك دارت واحد الورشه تدريبيه الذي اطرها الدكتور
او الاستاذ عادل العبادلي. تشرف جمعيه التضامن لمستخدمي القطاع الصيدلي لولايه اكادير بمشاركه جماعه الترابيين زكان في هذه الحمله الطبيه المخصصه للمعوزين الشيوخ، وتندرج هذه فيها الانشطه الاجتماعيه التي تقدمها جمعيه التضامن بمشاركه مع المجتمع المدني والوزاره الوصيه وكذلك الجماعه الترابيه في اطار هذه الحمله الطبيه المباركه قبل شهر رمضان، وساهمت بقيام ديبيستاج ديال السكري والضغط وكذلك بمساعدتها ببعض الادويه والمشاركه في هذه الحمله ببعض اللوجيستيك. كنشكر جماعه انزكان خدت معنا وعطاتنا شويه الدواء، انا مره محتاجه ومزجعنا ما عندي لا التقاعد لا والو، عطاونا شويه الدواء وجاو الناس اللي محتاجين، جاو الناس تجمعوا اليوم الحد وهزوا لينا الدم لنا التحاليل عندنا السكر وعبروا لينا الله يجازيهم بخير، كنشكرهم الله يرحم الوالدين. نشكر هذا المجلس البلدي ونشكر هذه الجمعيه اللي قامت بهذه المبادره المعجزه، الناس اللي جاوا عطاونا الدواء وعطاونا ان شاء الله وقيدوا لنا الدواء وعمروا لنا الطنسيو وعمروا لنا اللي هو عنده شي مرضى ولا هي عبروها والاطباء اللي عبروا لنا الطنسيو والاطباء اللي دوزوا لينا، كنشكرهم ونشكر هذا المجلس هذه الجمعيه